ينهي الشوط على 4-0 على 4-0. كرة منقولة، تصويبة، الله، بالخمسة 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 على أصابع اليد، على أصابع اليد. ويبدو أن الحساوية تعودوا هذه المرة أن يأكلون بالخمسة مثل ما تعود يأكلون الوجبات بالخمسة. هذه المرة بالخمسة أخذها الفتح، بالخمسة أخذها. ولأول مرة انهيار للسور الفتحاوي، انهيار للسور الفتحاوي تماما في هذه المباراة. والحات بوغش، وهاتريك، هاتريك يا بوغش، الله على الطاير، على الطاير الجزائري. الحاج بوغش لعبها الجزائري على الزاوية البعيدة. 5-0 5-0. قاسية يا فتح، قاسية كبيرة من كبير مثل القادسية. مستحق تماما للنتيجة، مستحق على هذا الأداء. ما يتابع النتيجة أو يسمع يقول غريبة، لكن اللي يتابع اللقاء بمجرياته